ياجور افتتاحي باب التسجيل في الدقة 39 لمصلحة الأخضر، ولكن فريق أوكلاند سيتي سيتمكن من إدراك التعادل تحديدا في الدقيقة 63 وخطأ فادح على مستوى خط الظهر، وروي كريشنا يتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 63. عبد الإله حافظي كانت له آراء أخرى عندما حسم الأمور للرجل حفيظ، طبعا بحضور كبير عبد الإله حافظي الذي حفظ ما وجه كرة القدم المغربية ورجاء هذا المساء.